فوق الخط الأحمر مع مقداد الحميدان. فوق الخط الأحمر هذه الليلة النائب أحمد الجبوري والنائب عبد الله الجبوري. أحبتي المشاهدين الكرام، أينما كنتم أسعد الله مساكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة فوق الخط الأحمر. ماذا ستفرز الانتخابات القادمة من حكومة؟ ربما نعمل في حكومة مدنية، خصوصا أن جميع الأحزاب الإسلامية تحولوا إلى أحزاب مدنية. وما هو معنى المدنية؟ كيف ينظرون للمدنية؟ سأناقش هذه المحاور ومحاور أخرى مع ضيوف رئيس قائمة تمدن في نينوى الأستاذ أحمد الجبوري. أستاذ أحمد مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. دكتور عبد الله الجبوري رئيس القائمة الوطنية في ديالى. دكتور عبد الله مرحبا بك. أهلا وسهلا. أنت الرئيس لو رعد الدهلقي. كلها رؤساء. كلها رؤساء. طيب نكمل الحوار بعد الفاصل. مرة أخرى أحمد الكرام مرحبا بكم. رئيس قائمة التمدن في نينوى أستاذ أحمد الجبوري مرحبا بك. أبدي وياك، شنو نظريتكم للتمدن؟ يعني ما تحس أن موضوع التمدن صار موضة؟ يعني حتى اللي كانوا إسلاميين أشوا صاروا مدنيين، رغم أنا ما مقتنع بقائمتكم تمدن، يعني مو في نينوى وإنما القائمة يعني زعماء القائمة وياكم شخص أيضا كان هو رجل يحمل السلاح، محمد شاكر الشمري، صح ولا مصحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ابتداء نرحب بك وبالمشاهدين الكرام وبالدكتور عبد الله الجبوري. يعني تمدن هو مشروع الدولة المدنية، وهذا هو خيارنا وليس شعار كما رفعته كثير من قوائم أحزاب السلطة والأحزاب التي تصدت للمشهد السياسي. بالتأكيد تمدن يضم 4 أحزاب والحزب الشعب للإصلاح الذي أنتمي له والذي يرأسه الأمين العام السيد فائق الشيخ علي، إضافة إلى الحركة المدنية للدكتورة شروق العبايتشي والأستاذ مأمول السامرائي والسيد محمد شاكر الشمري. بالتأكيد يعني اليوم عندما كان هناك تحدي كبير على الوطن، الجميع هب لمقاتلة داعش والكل بما فيهم المتكلم، وهذا لا يعني أن المدنيين لم يشتركوا في معارك التحرير. نعم اشتركنا في معارك التحرير، وبعد انتهاء المعارك عدنا لممارسة عملنا السياسي ونعتقد، لكن ليس تحت غطاء إسلامي. لا بالتأكيد الشمري كان تحت غطاء، أعتقد كان كتاب الإمام علي حج الشيوخ الزيدي. لا لا، هذا الأمر ليس بصحيح. كثير من الذين انخرطوا في الفصائل انخرطوا من أجل الدفاع وليس الآن. أنت كنت تقاتل صحيح، لكن أنت كان عندك، أنت كان منطقتك محتلة وعندك فرسان الجبور. نعم. صحيح، وعندك عشيرة مو تحت غطاء يعني ديني. محمد الشمري الرجال هو يعني يهتم بشؤون القطاع الرياضي وكذلك الشباب، ونعم شارك في معارك التحرير، لكنه الآن لم ينخرط في قوائم ذات طابع ديني، وبالتالي اختار تمدن وهو شخصية محترمة، ونحن يعني في هذا المشروع نريد أن يكون هناك تغيير وإصلاح حقيقي، وبالتالي المدنية هي لنا وليس لغيرنا. كثير من الأحزاب رفعت هذا العنوان وربما أبدلت عناوينها وأسمائها، لكن تمدن هو يعني رمز المدنية والتغيير، وبالتالي رموزه واضحون ومعروفون. طيب شنو نظرتكم للمدنية؟ هذا موضوع مهم الآن، الشعب العراقي يسمع مدنية وتمدن. شنو نظرتكم؟ كيف تنظروا لها؟ شنو هي أساسا؟ شنو برنامجكم؟ شو راح تسوون؟ مقداد احنا نريد نصل إلى مفهوم الدولة المدنية وليس إلى مفهوم السلطة. أكو فرق بين أنك تريد تصل إلى السلطة. الأحزاب وصلت إلى السلطة ولم تصل إلى مفهوم الدولة. نحن اليوم نريد أن نصل إلى مفهوم الدولة المدنية التي لا تميز بين مواطنيها وطوائفها. الكل يعلم منذ الاحتلال الذي سمى الأحزاب
وأعطاها كل النفوذ، وهي استثمرت المال العام والسلطة في تثبيت جذورها في الدولة، فشلت فشلا ذريعا. واليوم الشعب العراقي متضرر من هذه الأحزاب. اليوم بالتأكيد هناك عناوين جديدة، يعني الأحزاب اللي كانت تدير السلطة ما تنظر إلى المواطن نظرة واحدة. يعني شوف الشعارات الآن، من الآن ولحد 12/5 اللي هو يوم الانتخاب، سيكون كلام مختلف، لكن بمجرد أن تنتهي الانتخابات ستعود هذه الأحزاب إلى سياستها، إلى وجهها الأصلي. وبالتالي الشعب العراقي عليه أن يعي ويدرك أن هذه الأحزاب هي مصدر دماره ويأسه وتخلفه، وما جرى في العراق من تهجير وقتل ودمار وفساد وضياع وتخلف في كل القطاعات تتحمله هذه الأحزاب التي الآن سمت نفسها بأسماء مدنية وطرحت المشروع الوطني المدني. وبالتالي نعتقد أن تمدن هو خيارنا في بناء الدولة المدنية، وسنقاتل من أجل هذا العنوان وسنصل إلى مفهوم أنت الدولة. تقول أحزاب، من تقصد بالأحزاب؟ يعني أنت أيضاً اليوم أيضاً أنت عندك حزب؟ لا أنا أتكلم لك عن أحزاب السلطة التي جاء بها المحتل. شوف اللي جت مع المحتل واستلمت السلطة، يعني الأحزاب الشيعية، وأتكلم لك كل الأحزاب الدينية، الدعوة، المجلس، التيار، كان كل هذه الأحزاب علي ما كان معارض. لا معارض، لكنه لم يرضى أن يأتي مع الاحتلال. ولم يدخل العمل السياسي إلا بعد خروج المحتل، وكان في الخط الأول في المعارضة، لكنه رفض أن يكون على دبابات المحتل أن يأتي إلى البلد. هذا هو الفرق. والرجال فائق الشيخ علي نعم من النجف، لكن شخصية مدنية وطنية، يدافع عن كل العراقيين دون استثناء، ولم يستخدم الخطاب الطائفي من أجل كسب الأصوات. أصواتنا هي نقية وصادقة وتعتمد على الجمهور المثقف الواعي وليس الجمهور الطائفي. أستاذ أحمد، تعتقد اليوم أكو لا زالت هناك من الشعب العراقي تأثر بهذه المكبرات الصوت الطائفية مثلا؟ لا بالتأكيد. شوف اليوم الشعب العراقي وعى الشعب. لا الشعب العراقي وعى وأدرك أن هذه الأحزاب حتى وإن اختلفت أسمائها وعناوينها وتم المجيء بوجوه جديدة إلى هذه الأحزاب والكتل، لكنها تبقى أحزاب طائفية فاشلة فاسدة ساهمت في دمار العراق. ولذلك خيار الشعب في الإصلاح والتغيير هو التوجه إلى تمدن وإلى بناء الدولة المدنية التي تنصف جميع العراقيين. جميل. دون النظر إلى الخلفية الطائفية أو المذهبية. جمال، أنا أسألك أنت وعبد الرحمن الويزي، محمد نوري العبد ربا، عبد الرحيم شمري، أنتم مجموعة، يعني إيش عجب كل واحد نازل واحد؟ ليش ما نزلتوا سوا؟ كانت تسوون قائمة أقوى. بس أرجع لك بالسؤال، بس خلينا نشوف دكتور عبد الله. مرحبا بك. تحياتي لك لضيفك أستاذ أحمد ولجمهورنا الكريم. حياك الله. تعاركتوا هالشكل نشرة القنوات، معارك وطلق مفوضية مو صحيح مو، وصارت مشكلة كبيرة، وعلى مود الأصوات وعلى مود رقم واحد واثنين، النوبة اتاخذت رقم واحد، يعني دلالة أنت كنت بالعركة. أي لأن هو كان الخلاف على رقم واحد واثنين، هكذا نشرت إحدى القنوات. أريد أشوف توضيح من عندك. طيب لا الحقيقة ما كانت عركة بالمستوى اللي راحت للإعلام. كان صحيح هناك خلاف، وقادة من حقهم يطالبوا على الرقم واحد واثنين، وكان خلافهم على رقم اثنين. أنا شخصيا تنازلت عن رقم واحد لأن أنا داخل بالانتخابات برقم خمسة قبل وجيب تعلي الأصوات. أعتقد ابن المحافظة ما يحتاج إلى رقم حتى يعرفه، والحمد لله احنا عملنا لمحافظتنا اكثر من 13-14 سنه، لكن تبقى الرمزيه للرقم. بالضبط هو واحد. هذا اللي صار لما انا تنازلت حقيقه، ما قبل دكتور اياد وقال رمزيه الرقم ان تكون لك ولازم انت تبقى رقم واحد، والحمد لله الاخرين حقيقه هم بدوا بنفس الطريقه، واحد نازل للاخر ومشت واحد واثنين وكملنا القائمه. فما كان الحقيقه بمستوى التهويل اللي تناولتها القنوات، بس انا اقول لك كان هناك صحفي حقيقة راد يدخل المفوضية منعته أن يدخل، وبأعلى صوته قال أنا راح أروح وألف بالإعلام وراح أنشرها، وأعتقد هذا اللي صار، راح ألف تأليف وبعث إلى القنوات، والقنوات هم حقيقة هم ما تشتهي لأن هم هم كانوا نازلين بقوائم وحاولوا أن ينولوا من قائمة الوطنية، بس الحمد لله الكل متماسكين، القادة نزلوا ونزلوا رموز وأسماء على مستوى، إذا نحكي على مستوى ديالة وطنية. الآن أنتوا تريد تحيون مشروع 2010 من جديد،
المشروع اللي انوعد انفقد مات كان معتقل وطلع حس ورا 8 سنوات هو شلون انجمعت ويا الإسلاميين؟ هو مثل ما تفضل أخوي أستاذ أحمد الأحزاب الإسلامية حكمت العراق وكانت مقصودة أن يسلموا الحكومة للأحزاب الإسلامية. حكمتوا العراق فترة دكتور أياد علاوي هم كانوا رئيس وزراء فترة. نعم هو بدأ إحنا نحكي الأحزاب الإسلامية أحزاب الإسلامية استلمت ورا ما استلم دكتور أياد ولذلك أنا أقول مقصودة كانت أن يسلموا هذه الأحزاب الدينية السلطة ولذلك كان مقصود أن يفشلوهم أمام شعبهم ولذلك فشلت هاي الأحزاب وانتهت حتى تجردت من اسمها. إحنا من البداية الوطنية كان شعارنا المشروع الوطني اللي هو يمقت الطائفية الفصل ما بين السياسة والدين هذا من اليوم الأول شعارنا زائدا أن تكون يجب أن تكون حكومة مؤسساتية ولذلك أعتقد هسه من هذه الفترة أكثر الأحزاب اتجهت بهذا الاتجاه وبهذا العنوان وهذا شيء مفرح لأن إحنا كان المفروض هذا نشتغل عليه من قبل 10 سنين أو أكثر. الناس أدركت هسه وصلت الفكرة إلى الناس والشارع أن يجب أن يكون فصل ما بين الدين والسياسة. الأحزاب الدينية فشلت بقيادة الحكومة ولذلك إحنا متأملين من 2018 أن تكون حكومة مؤسساتية اللي تقدر تخدم المواطن والمواطن أن يكون على الأقل ولو راضي عليها 50%. شلون اجتمعت ويا الإسلاميين؟ اللي صار حقيقة هم أكثر هاي الأحزاب الدينية رفعت عنوان مدني. طيب. ولأن حقيقة العنوان الإسلامي أصبح غير مرغوب به بالشارع ولما إجوا علينا إحنا مدى نعيد 2010 لأن 2010 هناك قوائم أخرى كانت من ضمن 2010 معانا مجرد أعتقد قائمتين اللي دخلوا معانا اللي هي العمل التابع لسليم الجبوري والحوار اللي تابع لصالح المطلق هذول القائمتين اللي دخلوا معانا من القوائم 2010 احنا لازم ناخذ قسم منهم حتى تعرف انت ننهي عنوان الطائفيه لو نحن رفضناهم والاخرين رفضوهم لا انت تنهون عنوان تريد تنهون عنوان الطائفيه لو تسوون قائمه طائفيه انا ليش ما ادري ايش احس هسه قائمتكم هذه السنه هي قائمه طائفيه لا 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 ما لها صحه لا هيك احسها لا والدليل على ذلك دكتور ابو عبد الله تحسها هيك استاذ احمد امتنع عن التصويت ليش والتعليق تحسها طائفيه لا ما أحسها طائفية بس يعني شوية غير متجانسة مو صحيح؟ غير طيب متجانسة طيب طيب نعم هو لو كانت غير متجانسة أكيد راح الشارع هو اللي راح يحكم طيب وأكيد كلنا احنا مطروحين للناس ولتصويت الناس وأكيد كل واحد حسب خبرته وعمله وقربه من محافظته وأهله وناسه فلذلك احنا لما قبلنا المجاميع ودخلوا معنا ها يعني هم اجوا عليكم مو انتوا رحتوا عليهم لا هم اجوا طبعا وباعترافهم هم حقيقة احنا ما نقول اجوا هسه اذا اجوا واذا ما اجوا المهم نزلنا بقائمة وحدة القائمة الوحدة على الاقل احنا كسرنا عنوان الطائفية اللي كانوا يتكتلون على عنوان طائفي بالرغم من هذا بقت هناك حقيقة لا انا حسك فرحان انت لين كنت تقول ديالة هويتهم وهسه هم صاروا وياك انت الان زعيم القائمة نعم زين فاستطعت ان 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 هم استخدموا ديال هويتهم تنهي ديال هويتهم الانتخابات السابقه والدليل على ذلك ديال هويتهم انتشروا هسه بثلاث قوائم احنا اخذنا جزء منهم في قائمتنا تعرف القائمه اللي دخلت بها ست نهدة وعمر وقائمه اخرى كان طرحت الحل ضمن القوائم الاخرى يعني توزعوا على القوائم شوف شنو تشوف اكو شعبيه للوطنية هسه في العراق كله الشعبية نفسها مال 2010 نعم احنا اذا نحكي على العراق حقيقة ما نقدر نقيم محافظاتية احنا في ديالة حقيقة هي اعتبرت والتقييمات اعتبرت من اكبر القوائم اللي نازلة وطموحنا بين يعني 4-5 مقاعد ان شاء الله الوطنية تحصد من 14 مقعد هذا طموحنا لا في ديالة فقط في ديالة داخل لا أعطيني كوكاكود إيش قد متوقعين يجيبون والله هي حقيقة ما تقدر يعني أنا أحكيتها يمكن بأكثر من يجيبون 20 مثل الآن أنتوا 20 صح الآن في البرلمان الوطني 20 نعم إحنا كنا 21 صحيح طموحنا المفروض تكون ضمن 35 مقعد يعني الآخر يمكن يقول لك أزيد أو أكثر أو أقل بس ضمن 35 مقعد اللي يتوقعه يعني كرقم معقول أو منطقي طيب هرجع لك أستاذ أحمد
شنو يختلف المشروع الوطني عن المشروع المدني؟ هل هي المشروع الوطني شنو يختلف الآن عن مشروعكم المدني؟ أكو اختلاف هنا؟ طبعاً أكو اختلاف. شلون؟ يعني مو هش إحنا الآن الكل يدري إن إياد علاوي رجل علماني يدور دولة مدنية هكذا يعني. فنحس أكو تقارب بين مشروعكم ومشروعهم. لا يختلف. لا المواطن صح ولا لا؟ أولاً يعني الحزب الأساسي لتمدن هو حزب الشعب للإصلاح. تمام. الذي هو يعني يعتبر الحزب الأساسي في تمدن إضافة للأحزاب الأخرى. هذا الحزب أصلا موجود في معظم محافظات العراق، واليوم نزلنا بشكل حقيقي في 10 محافظات من البصرة إلى الموصل، ونعتقد أن هذا المشروع هو باقي وليس طارئ. اليوم أكو فرق بين التحالف 10 محافظات. في 10 محافظات منين دعمكم؟ والله كله دعم أولا تطوعي. يعني انفتحت المكاتب في البصرة والنجف وكربلة وديالة والأنبار وبابل وذي قار والديوانية، كلها بمجهود شخصي، يعني تبرع تطوعي. يعني كل المرشحين هم فتحوا مكاتب، وهذا ما يميزنا عن القوائم الأخرى اللي تمتلك يعني المال السياسي. لا إطلاقا. دولة مدنية شيء. إطلاقا لا توجد أي دولة تدعم تمدن، وهذا ما يميزنا ويجعل صوتنا عاليا. ولم يعني اليوم احنا طبينا للبرلمان صار لنا 10 سنين أو 8 سنين، والأخ فائق احنا أولا لم نشترك في سلطة، وكذلك لم يؤشر علينا ملف فساد الحمد لله، طبينا ايدنا نظاف وطلعنا. ما عندكم وزير؟ ها خلي يصير باكر وزير وذيك الساعة نحكي. يعني خلي يصير عندكم وزير يعني وذيك الساعة نسولف. أكيد طبعا تتبين بالمواقع، لكن القوائم الأخرى كلها عندها هيئات اقتصادية وكلها لم تكشف عن تمويلها، فضائيات، مكاتب، مصالح. نرجع للمدنية. المدنية هي مدنية الدولة. العراق هو مدني، يعني منذ القدم العراق لم يكن لم ينحاز طائفيا ولا مناطقيا ولا عشائريا، ولذلك المدنية برزت بشكل واضح بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة في العهد الملكي، وكانت المدنية في أعلى مستوياتها، ووصل التعليم في العراق والخدمة إلى أكبر المستويات. لذلك 15 سنة الماضية اللي حكمها الإسلام السياسي الشيعي والسني أوصلت البلد إلى يعني مراحل كبيرة من الفشل والدمار وتدني مستوى الخدمات. وبالمناسبة اليوم كل الشعب العراقي حتى الذين أيدوا الأحزاب ذات الطابع الإسلامي هم متضررين من إدارة الدولة على المدى القريب والبعيد. بالتالي نعتقد أن المدنية هي حل لكل مشاكلنا. المدنية لا تعني أنك تذهب باتجاه طائفي، باتجاه مناطقي، باتجاه عرقي، ولكن تذهب باتجاه المواطنة والمساواة وأن يطبق القانون على الجميع. شنو تختلفون عن المشروع الوطني؟ عن مو مشروع الوطني التابع للسيد جمال الضاري، لا المشروع الوطني أقصد قائمة السيد إياد علاوي. شوف الدكتور إياد علاوي شخصية محترمة ومنحه الشعب أعلى الأصوات عام 2010، لكن بصراحة لم يستطع أن يحافظ على هذه الأصوات، وذهبت منه إدارة الدولة، وتحولت القائمة العراقية الوطنية من مشروع وطني إلى مشروع عوائل. يعني ترشح من مشروع عوائل، يعني عوائل أخذت وزارات وأخذت مواقع نيابية، وانتهى بالمشروع الوطني، ليس لم يقف عند المشروع الطائفي، وإنما تدنى إلى مشروع الإقطاعيات العائلية. طيب. واليوم بالتأكيد هناك يعني امتعاض كبير من الشعب العراقي. نعم أنا صعدت بالمشروع الوطني في القائمة العراقية، وبعد أن تحولت إلى مشروع إسلاموي خرجت منها في 2012 بعد أن أبلغت الدكتور إياد علاوي بأن المشروع الوطني تحول إلى مشروع عوائل، وقادرنا القائمة العراقية. أنت ابن هذه ابن هذا المشروع. أنا مؤمن بالفكر، لكن أنا أختلف مع الآلية والسلوك. اليوم إحنا لما الناس ينطوننا أصواتهم فهذه أمانة في أعناقنا بأن نحافظ عليها ونحول هذه الأصوات إلى خدمة وإلى رفاهية وإلى حقوق، ولكن عندما تتحول هذه الأصوات وهذا المشروع من أجل مجد عائلي أو مجد شخصي فبالتأكيد
وقفنا ضده. شخصي ليس عياد علاوي هو كان ما يبحث عن مجد شخصي، انما من كانوا مرشحين معه. لا بس يعني نعم، لكن الزعيم كان هو الدكتور عياد علاوي، وعندما يعني تحولت القائمة العراقية إلى مشروع لرئيس البرلمان، نائب رئيس الجمهورية، وزير المالية، نائب رئيس وزراء، والوزراء تحولت إلى عوائل، بالتالي أكيد المشروع لم يعد مشروعا وطنيا، وإنما أصبح شركة مساهمة تنتهي في إعلان النتائج وعند تشكيل الحكومة. إيش رأيك؟ دقيقة رد علي بعدين أرجع لك. في 2010 لا لازمتم مشروع عوائل، لو طلع هذا خلاص بديتوا تحيون المشروع من جديد. استاذ احمد من قال مشروع عوائل، ايه؟ حقيقه اللي خانوا المشروع الوطني صحيح اللي راحوا استلموا مناصب في 2010 لما ما اعطوا رئاسه الوزراء الدكتور عياد علاوي، طبعا الامريكان اعطوها او جددوها للمالكي في وقتها، واحنا قررنا ان نكون معارضه. ما صرت معارضه وفضيت لك هو اللي يتكلم عنها، اللي راحوا استلموا مناصب عائليا هم اللي فشلوا المشروع في ذيك السنة، ولذلك كان دكتور عياد ممتعظ جدا من عندهم إذا كان استلام رئاسة البرلمان أو الوزارة. وبعدين ما رجعهم وياه ب 2014؟ لا ما رجع ولا واحد؟ لا ما رجع أحد. بلا رجع نائب رئيس وزراء. من هو؟ منو كان نائب رئيس وزراء بالعراق؟ دكتور صالح؟ طبعا ما نزل بال 2014 ويانا، نزل بمشروع العالم. أنا دا أتكلم لك على 10 و 18. بالعكس هو طلب منه الانسحاب حقيقة، قال له نطلب منك الانسحاب وترجع معنا حتى نزل 2014 ما انسحب، ولذلك هم اللي حقيقة اللي تفضل به صحيح اتجهت ناس من أجل المناصب، ولذلك دكتور عياد حقيقة كان يعني جدا متفاجئ أن اللي كانوا ضمن يقودون مشروع وطني معنا وجبنا 91 مقعد صار سباق على المناصب، ولذلك هم اللي خذوا الوزارات واللي خذوا نائب رئيس الوزراء وغيره كلهم أصلا، إذا الهاشمي وإذا أخونا العيساوي والآخرين أصلا ما لهم وجود بالعراق، ولذلك هم كان وجهوا لهم تهم أو عملوا بعمل مو صحيح باتجاه المشروع الوطني، لذلك أنت عدم وجود مشروع العوائل لا زال ممكن يجدد. والله شوف أخي، إحنا هاي ظاهرة العوائل إحنا لاحظنا حتى على مستوى مجالس المحافظة، تلقي نائب مرشح أخوه كان مجلس المحافظة أو مرشح أخوه في وزارات أو في دوائر أخرى، أصبحت هذا العمل هو العتب، مو عليهم حقيقة، العتب على الناس اللي تنتخب هذه العوائل، لأنه كيف يجي عضو مجلس محافظة يجي بانتخاب، فأنت لما تعرف أخوه نائب وأخوه ذا ما مادي واجب وصوصة كيف تنتخب أخوه؟ منو هسا عندكم أنتم بديالة؟ عندكم بديالة نواب؟ نعم بالمحافظة وبالجسمة؟ نعم منو عندكم؟ نعم بس نائب صلاح، لا صلاح مزاحم. صلاح منو عندك؟ أستاذ صلاح عنده أخوه عمار في مجلس محافظة. طيب ناهد الداني عند أخوه في مجلس محافظة بعد، هذا يجون بانتخابات. كمبش أيضا نائب عنده أخته وزوجته. نعم صحيح. فلذلك قصدي اللي يتكلم عليه أستاذ أحمد هو المشروع الوطني اللي دخلوا معنا، لذلك 2014 احنا ما دخلناهم معنا. لا بس الآن دكتور بس الآن صلاح وكم بشوي ياكم بالقائمة؟ لا ما نتكلم عن ديالة لما اجوا، يعني ستعيدون انتاج هذا الموضوع العوائل. رشحتهم كتلهم لما كانوا مع دكتور صالح رشحهم. حلو، احنا ما نقدر نحجب شخصيات ان يرشحها دكتور صالح او دكتور سليم، لذلك الدكتور سليم رشح مجموعة ودكتور صالح رشح مجموعة وانا رشحت مجموعة حقيقة من خلال التوزيع اللي صار في ديالة. مع الأسف اللي أنا رشحتهم أكثرهم طلعوا وطلعوهم حقيقة بطرق ما أعرف شو يسموها، يعني حقيقة هتزهقونا، شخصيات طيبة أخرجوها من القائمة وبطرق مو صحيحة، ومع الأسف بعد ما نقلوها إلى بغداد. أما أنا أقول لك شخصيات اللي موجودة ضمن قائمتنا إن شاء الله اللي 6 أو 7، وهذا اللي احنا متفائلين ومتأملين أن من ذولا تطلع 4-5 برلمانيين إن شاء الله من القائمة. جميل. خلي أعود لك، كنتوا سوا مجموعة شيخ محمد نوري عبد ربه، أستاذ عبد الرحمن الويزي، شيخ عبد الرحيم الشمري وأنت، أشو اليوم متفرقين كل واحد بقائمة، شنو السبب؟ يعني خطة استراتيجية لا تكتيك هذا جديد وبعدين تجتمعون وراء لا مطلقا، لو شنو الموضوع مختلفين؟ لا بالاتجاه السياسي يعني كل واحد حر باختيار خياره السياسي. أنا اختاريت أن أكون ضمن حزب الشعب للأصلاح برئاسة السيد فائق الشيخ علي. الأخ عبد الرحيم الشمري شكل حزب ثبات وانضوى تحت تحالف النصر برئاسة السيد العبادي. الأخ عبد الرحمن الويزي أيضا لديه حزب
وأيضا الآن هو في قائمة الحشد، وكذلك الأخ محمد نوري هو أيضا مع الأخ خالد العبيدي في تحالف النصر. بالتالي هذه هي الخيارات، يعني ربما نكون في لو كنتم مجتمعين لكنتم أقوى، مو صحيح؟ يعني بالتالي أنت شكل التحالفات هي التي تفرض عليك الخيارات. نحن بالتأكيد كنا قريبين من بعضنا، لكن إحنا نزولنا على مستوى العراق. يعني أنا بالنسبة لي كنت حاسم خياري مع فائق الشيخ علي، وبالتالي ليش؟ مقتنع به؟ نعم مقتنع به، شخصية واقعية وطنية، يدافع عن كل أبناء الشعب العراقي، نظيف اليد والسريرة، وبالتالي لديه تاريخ نظيف، ولديه رؤية، رؤية في معالجة مشاكل الدولة. ويعني نتوقع أن يكون لنا استحقاق كبير في المرحلة المقبلة إن شاء الله، وسنساهم بشكل كبير في التغيير والإصلاح الذي ينشده الشعب العراقي. بالتالي أنا متمسك مع السيد فائق الشيخ علي، وبالمناسبة أنا نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب السياسي، وبالتالي يعني شكلنا هذا التحالف تحالف تمدن. يعني مو لا أنت تقول لي التغيير والإصلاح، وأنا سامع منك أنت كنت عضو جبهة الإصلاح، مو؟ نعم هما أيضا إحنا الآن يعني ترشح، ما تغير شيء إلى الآن، ما تغير شيء، تغير شيء نحن الذين تمسكنا. تغير شيء دكتور عبد الله؟ لا اسمح لي يعني خلينا بس خلينا تغير. لا أنت سؤالي لي مو دكتور عبد الله، على كيفك يعني خلي شو تغير جبهة الإصلاح. أنا من يسأل عنها، لأن أنا أنا صحيح. الذي قدت هذه الحركة. أنت كنت الزعيم. الزعيم نعم كنت أيه؟ الزعيم في تلك المرحلة. وأنت كنت تأجج المشاعر. وأسسنا إلى تكسير الحواجز في الكتل الطائفية. اليوم التحالف الوطني لم ينزل بقائمة واحدة. اتحاد القوى أو المكون السني لم ينزل بقائمة واحدة. الكتل الكردستانية لم تنزل بقائمة واحدة. إذن نحن أسسنا إلى مفهوم الأغلبية والمعارضة النيابية من الآن. أما في جبهة الإصلاح فالذين تمسكوا بهذا الخيار، أنت أسستوا لموضوع تطشير الكتل. يعني ليش تسميها، ليش ما تقول تحطيم الكتل الطائفية ذات البعد الطائفي؟ طيب. اليوم حالة صحية أن ينزل التحالف الوطني بخمس قوائم، وحالة صحية أيضا أن ينزل المكون السني بأربعة أو خمس قوائم، وحالة صحية أن ينزل الكتل الكردستانية بثلاثة أو أربعة قوائم. إذن هي تؤسس إلى أن تكون المرحلة المقبلة حكومة أغلبية وطنية تقابلها معارضة وطنية، وهذا ما ينشده الجميع. ويجب أن نذهب ونبتعد عن حكومات التوافق والمحاصصة. أصلحتوا غيرتوا؟ طبعا غيرنا كجبهة إصلاح. طبعا حاولنا إحنا الآن في هذا التمدن بحدود أربعة نواب، يعني ثلاثة أو أربعة نواب في تحالف تمدن، وجميعهم كانوا في جبهة الإصلاح. الآخرين لم يستطيعوا أن ينسلخوا عن أحزابهم التي كانوا ينتمون لها. تعرف معظم الأخوان في جبهة الإصلاح كانوا من التحالف الوطني، وبالتالي لم يستطيعوا أن يقادروا حزب الدعوة، تنظيم العراق، الأحزاب، حتى حزب الوفاق، جماعة الدكتور إياد علاوي أيضا كانوا يانا بالجبهة. لكن إحنا شكلنا حزب الشعب للإصلاح، وتسمية حزب الشعب للإصلاح أنا والأخ فائق الشيخ علي هي يعني ما ترشح من جبهة الإصلاح، واستطعنا أن نقيم هذا الحزب وأن يكون واسع. طيب. وبالتالي هو متوازن. حزب الشعب ما حد يقدر يسميه شيعي ولا سني ولا مكوناتي، هو موجود في كل محافظات العراق. لذلك جبهة الإصلاح هي كان لها تأثير لما يجري يعني اليوم. تمدن هو نتاج جبهة الإصلاح؟ نعم بشكل طيب. كبير. دكتور عبد الله أنت من أول كنت ما وقت نجاتها أصلحه وغيره برأيك؟ لا سريعا ما رد نرجع على هذا الموضوع. ولا بدون مجاملة نعم عملوا، بس كانت هناك أخطاء. الإصلاح جبهة الإصلاح قدرت أن تجمع النواب بتصويت ضد وزراء كان يعتقدون أن ما حد يزيحهم، وطلعوهم حقيقة بالتصويت، طلعوا إذا كان على مستوى ملفات فساد أو على مستوى كأن إدارتهم ما كانت صحيحة. جبهة الإصلاح كانت في وقتها مشروع محترم ومشروع تغيير، بس انصدموا بالحكومة. الرئيس الوزراء ما حد يقدر يغيره، لأن الأمريكان يعينوا رئيس الوزراء، وإحنا حاولنا بالدورات القبلها لما ردنا نغير رئيس الوزراء
جوبهنا بأن ممنوع تغييره، 4 سنين انتخبوا غيره بعد الرسم. النقطة اللي بدأوا به هنا اللي أعتقده كان الخطأ هو بالتصويت على هيئة الرئاسة، ولما صوتوا على هيئة الرئاسة بإزاحتهم شلق العقول تخون، فلذلك تكتلت الكتل اللي ما وراء هؤلاء الثلاثة حقيقة غيرت من مجرى. لا ممكن نقول أن جبهة الإصلاح زرعت أو أعطت الجرأة لبعض النواب أنه يصوتون ضد ما هو رئيس الكتلة حقيقة، الاستقلالية للنائب. والدليل على ذلك أنا أقول لك يعني ذول الوزراء لو ما صار الإصلاح مستحيل ينزاحوا، لأن قسم منهم تابع لكتل كبيرة جدا كان يطلع بالتلفزيون ويتحدى هناك توافقات وهناك جسم ما حد يقدر يزيحنا وانزاحوا. إذا الإصلاح عمل حقيقة عمل شيء، بس أنا قلت لك اصطدم بنقطتين ومو يعني مو صوتهم، لأن ظروف قاهرة أكبر من عندهم حقيقة. لما تجي تغير رئيس وزراء أخو جاء هناك يقول لك ممنوع تغيره، السفارة الإيرانية السفارة الأمريكية كانوا للوحدة بالليل يبقون يم النواب والسياسيين ويشجعونهم، إضافة إلى المال السياسي دخل في تغيير قناعات النواب. وينك ومال فلوس ماكو؟ لا موجودة فلوس في هيش ظروف تصير الفلوس ما أعرف شو هم يبكون 24 ساعة يا يدي دكتور فلوس. عبد الله يمكن هذا الله يا شوف السيد العبادي أكو فلوس قول لي أكو لا إحنا مال السياسة يقول ما قاموا النائب ما يطبع الجلسة $50,000 ها بوقت الإصلاح بس لا تطبع الجلسة وهي $50,000 طيب نحكي إذا جميل هذا موضوع أنا عرض يعني بس هدي أسألك سؤال مهم شلون هسه أنت تقنع الناخب اليوم العراقي يجي ينتخبك؟ انطيني كمثال ديانا وبعدين أرجع على نينوى بعد التهجير والوضع المأساوي وظل ما يقتنع بالنائب ظل ما يقتنع بالمسؤول الحكومي بين قوسين السني زين ما قدم له شيء شلون اليوم تقدرون تقنعون الناخب ينتخبكم؟ الناخب العراقي احنا نظام الدولة نظام برلماني زين اذا طلعت وما طلعت راح يختارون 14 من محافظاتنا نحكي دياله طيب. لازم يطلع 14 نائب من دياله، فالاولى عن صوتك تروح تخليه بالمكان الحقيقي تروح تعمل على تغيير، واذا ما عجبوك النواب روح سقط صوتك لا تحتفظ به نفسك. هسه انا ما اقتنع هسه كنائب انا ما اقتنع المهم اروح انتخب وسقط صوتي وكذا هم راح ينتخبون لا شلون تقنعني لهم انطيني طريقه تقعد تتفرج وبعدين راح يصعدون نواب انت ما راح يكون لك اي دور لا بالتواصل معهم ولا العمل معهم، فانت صوتك خليه في المكان الحقيقي وصوتك احتفظ به. هاي نقطه اما النقطه الاخرى ماكو صعوبة على أي إذا كان مهجر أو غير مهجر أن يروح ينتخب، لأن محطات الانتخابية موجودة يمه والكارت الانتخابي يمه، فشنو اللي يمنعه أن يروح يصوت؟ أما أن يقعد يقول لك أنا زعلان وزعلان على دولة، هو نظام برلماني لازم تصير دولة من خلال انتخابات 12 شهر الخامس، ولازم في كل محافظة تأخذ استحقاقها البرلماني، ولذلك إحنا ضد أي شيء يقول أنا زعلان وما راح انتخب. أنا ليش مقتنع؟ واجب الوطني يملي عليه أن يروح ويكون يساهم باختيار الحكومة والدولة. طيب شو تقول أستاذ أحمد؟ شو تقنع الناخب اليوم ينتخبك؟ والله أستاذ أنت قانعهم أستاذ مقداد خلنا أتكلم أنت قانعهم لا راح يقولون أستاذ أحمد عنده حشد أصلا فرسان الجبور. أولا فكت ارتباطي عن الحشد من انتهى عملية التحرير والآن هو بإدارة الجيش يعني وأنا يعني طالبت في البرلمان عمهم وزعيمهم الروحي كنت لا أولا العلاقات الاجتماعية تبقى ايه؟ أكيد ما حد يقدر يمنعني من عدها أنا أتواصل مع أبناء أكيد هم مقتنعين بيك راح ينتخب. لا بس أنا حتى أتكلم لك على المشاركة وعدم المشاركة. طيب أحزاب السلطة ايه؟ الآن في داخلها تتمنى عدم المشاركة الواسعة، وطبعا لما شخص ما يروح ينتخب وما يأثر على الحزب اللي راح ساهم في دماره وفي تهجيره وفي أذيته بالعكس هذا الصوت راح ينسرق. أكو مسألة ساد مقداد، الانتخابات في المحافظات المحررة راح تجري بالطريقة التقليدية التي جرت بها عام 2014 طيب. يعني وليس بالطريقة الإلكترونية يعني ما في بايومتري ما في. يعني بإمكان أي شخص يأتي ويستطيع يعني تزوير جائحة على صوت. لا خليني أتكلم بواقعية طيب. احنا في خلص. منبر محترم جميل. وأريد نوصل فكرة خلو. بما أن بطاقات الناخبين وصلت إلى المناطق المحررة طبعا البارحة وصلت طيب. يعني يوم السبت وصلت إلى محافظة نينوى ولم توزع بعد. طريقة الانتخاب هي تتيح للشخص بأن يدلي بصوته
إذا ما كان هناك مراقبة وكان هناك تهاون من الموظف أن يستطيع أن يقوم بانتخاب لعشرة مرات ببطاقات أخرى، لأن يعني هذا المحدد هو هي البصمة، وباستطاع استخدام بصمات الأصابع العشرة. طبعا هذه الطريقة موجودة في المناطق المحررة وغير موجودة في المحافظات المستقرة، وهذا ما يعني ركزنا عليه في مجلس النواب، بأنه يجب أن تكون الانتخابات بشكل واحد في كل محافظات العراق حتى تكون هناك مستوى عالي من الشفافية وعدم التزوير. هذه مسألة. لذلك هاي مسألة البصمات العشرة وهذه، ولذلك حتى أجيك على أجاوبك على السؤال اللي وجهته للدكتور عبد الله، أنا لما ما أطلع للانتخابات وأقول هذول نفسهم راح يرجعون نفسهم، أنا بالعكس صوتي راح ينسرق من الأحزاب الفاسدة أو المرشحين الفاسدين ويسرقون صوته. لكن لما يروح حتى إذا ما مقتنع بعبد الله الجبوري بأحمد الجبوري لا ينتخب، يبطل الورقة مالته، لكن لا يخليها تنباق تنسرق. الجانب الآخر حتى لو يتلف الجانب الآخر يلزمها يتلفها وخلاص يتلفها نعم إذا هو فعلا حريص على أنه ما يرجعون هاي الأحزاب الفاسدة والفاشلة أو ما مقتنعين بأي مرشح، لا يسمح ببطاقته تنسرق، خليه يروح يتعنى نص ساعة الزمان، يروح هو وأهله ويسحبون البطاقة، إما ينتخبون اللي هم مقتنعين به. لكن المسألة المهمة أستاذ مقداد، اليوم إحنا ما في جدوى من تغيير الوجوه في نفس الأحساب. لا خلينا نكمل. بس دقيقة. ما أنطق ولا دقيقة. خلينا نكمل. أنا قاعد خلينا نكمل. أوكي. لا أريد اليوم عيد هاي النقطة. هاي النقطة مهمة. عيدها لي على الكاميرا. نعم. هاي النقطة مهمة. يعني اليوم. إنه تروح لازم تنتخب، إذا ما تنتخب بطاقتك. أكيد طبعًا. عيد لي إياها لأن هاي مهمة. الناخب اللي ما مقتنع بالأحزاب والمرشحين إذا هو ظل بالبيت صوته راح ينسرق، حي على الصلاة. فإذا هو ما مقتنع لا بأحزاب ويعتقد بأنه ما جرى له من تهجير وفشل وتخلف ونقص في الخدمات وفساد بسبب هذه الأحزاب، خلي يروح ويسحب الاستمارة مالته ويلغيها، وحتى ما يستخدمها غيره من المرشحين الفاسدين أو الأحزاب المزورة الفاسدة. لكن أستاذ مقداد، هذا السؤال الأهم. أي. اليوم أنا لما أجيب كتلة أو حزب هو كان يقودني لمدة 15 سنة أو متصدي للسلطة وجاب له وجوه جديدة، شخصيات جديدة ذات طابع مدني ذات طابع عشائري، ونقول له يابا تعال هاي تغيير وجوه، إحنا ما غيرنا شيء لأن هي نفس الشيء راح تبقى. يعني في مجلس النواب من 10 إلى 14 2010 بانتخابات 2014 تغير في مجلس النواب، ودكتور عبد الله يعرف إحنا أنيا دورتين تغير أكثر من 200، لكن سياسة الأحزاب نفسها أكثر من 200 نائب، لكن سياسة الأحزاب بقت نفسها. ولذلك اليوم لا جدوى من وجود وجوه جديدة في أحزاب السلطة. أنت اليوم لازم تذهب إلى أحزاب جديدة لم تشترك بالسلطة وهي جديدة وتحمل أهداف نبيلة لإدارة الدولة. ماكو قيمة اليوم، نعم ربما أكو شخصيات محترمة ونزيهة وشفافة في كتل وأحزاب عليها فشل وفساد، هذا الشخص لما أنت تنتخبه ويصير في هذه الكتلة راح يكون تابع لهذه لسياسة هذا الحزب طبعا. بالتالي ما يقدر يغير. لذلك اليوم المفهوم والله فلان شخصية محترمة بالحزب الفلاني، والحزب الفلاني هو حزب طائفي، حزب فاسد، حزب فاشل، ما له قيمة. لذلك الصوت يجب أن يذهب إلى الكتل والأحزاب المدنية التي لها رؤية مختلفة عن الأحزاب. لأن وإذا واحد ما مقتنع بالأحزاب ما مقتنع تروح لا تنتخب لا مدني ولا وطني ولا طائفي ولا عشائري، وتلقي مالتك الاستمارة حتى ما حد يساهم في سرقتها ويضيفها بصندوق أنت ما تريده. أما أنت تظل بالبيت وأنت معارض وتشكي وتبكي ونص ساعة الزمان أنت ما تقدر تروح للانتخابات. يعني اليوم يقول لك أنا ما طلع عائلتي وتقعد الثقف ساعة كاملة ضد الانتخابات. أي الثقف؟ لا أنت لما صحيح؟ لا اليوم نص ساعة أستاذ مقداد، هذا الكلام مهم إذا يسمح لي أخوي دكتور عبد الله. اليوم تأخذت الوقت دكتور عبد، يعني اسمح لي ابن عمي. ابن عمي يلا أستاذ مقداد، خلينا نرجع شوية بالأرقام. اللي شاركوا بالانتخابات في 14 و10 وحتى اللي قبلهم أقل من 50%.
إذا 50% ما يروحوا للانتخابات. شوف شوف النسبة، شوف النسبة، هذول 50% أصوات، ثلاثة أرباع أصواتهم تنسرق وتروح للأحزاب الفاشلة والطائفية. اليوم هذول الناس اللي ما يطلعون، اللي يقول ما نشارك وما نطلع وما راح نطلع، إذا طلعوا راح يصير تغيير، إذا طلعوا راح يصير تغيير بنسبة كبيرة، لأن أنت عندك نص الشعب العراقي ما يطلع للانتخابات، وتطلع المفوضية تقول المشاركة صارت 40-45% مع الحشو مع إلى آخره. لذلك اليوم عندنا فرصة ذهبية. اليوم شكو واحد متضرر، مهجر، بيته مهدم، رايح لأولاد، يعني متدمر، يفترض يطلع وينتخب. ينتخب من؟ اللي المجرب لا يجرب. انطيتك 15 سنة أنت خليتك تحكمني، والنتيجة أنا مهجر. أنت مجرب 8 سنوات هم صار لك. أنا ما اشتركت بالسلطة، أنا كنت أمثل الشعب، لكن أنا لصرت وزير. شنو اللي قدمت للشعب يقول لك؟ يعني قد قدمناها القدرنا عليه، أولا دافعنا عن حقوقهم، لكن أنا لم أساهم فيما جرى للبلد. أنا ما استلمت سلطة، أنا وقفت ضد كثير من القرارات التي شرعت في البرلمان. مباشر يجوز تستلم سلطة وهذا الكلام ينحسب عليك. يعني هذا رجع لك التسجيل. خليني أستلم السلطة وبعدين حاسبني. طيب. ليش تحاسبني لي قدام؟ لذلك اليوم إدارة الملف الانتخابي، الشعب العراقي إذا ما خرج بنسبة عالية فسيكون التغيير كبيرا. جميل. دكتور عبد الله نعتذر عنك الوقت. لا الآن أنتوا اليوم كقائمة ممكن تجيبون أصوات، ممكن أيضا ترجع لكم رئاسة الوزراء. قرأت كلام كثير أنه ممكن رئاسة الجمهورية تطلع من الكرد تجي لهم رئاسة البرلمان، رئاسة الجمهورية ممكن ترجع للسنة، يعني ممكن طموح حياة علاوي يرجع رئيس جمهورية، وممكن أكو ناس آخرين قرأت عن مرشحين كثر لرئاسة الجمهورية. شنو رأيك أنت بهذا الكلام؟ والله بشوف كل سياسي لا طموح، بس أعتقد دكتور عياد بالنسبة للمناصب هاي بعيد عنها، لذلك هو من داعى للمشروع الوطني، كان ضحية حقيقة، ضحية هالمشروع الوطني. وإحنا ذكرناها اللي دخلوا معنا كان راحوا هرولوا من أجل المناصب، وفي وقتها من حرمة الوطنية من استحقاقها. أما نتكلم هسا عن الحكومة القادمة، حقيقة راح يصير تغيير وتغيير كبير، ومو كل واحد يتمنى راح يمكن أن يحقق ضمن الفترة القادمة. أعتقد اللي يتكلم بي أخوي أستاذ أحمد، المواطن لازم يطلع، وواجب الوطن إذا هو نص ساعة ما يقدر يؤدي من واجب الوطني أن يروح يتمشى للصندوق وينتخب من يريد أو يسقط بطاقته، أما يقعد إحنا نسمع بالتلفزيون ونسمع الآخرين. حقيقة يجي يحكي على الكل، من لما يحكي على الكل لما تقول له زين إذا أنا رشح، لا أنت تختلف عن الآخرين. الحكي دائما يكون بالجملة، والنقطة السيئة تشمل الجميع. وأعتقد أنا أقول لك شعبنا تضرر ضمن هالفترة اللي فاتت، وتضرر من هذه الأحزاب اللي قادت الحكومة. أنا متأكد راح يصير تغيير إن شاء الله، وتغيير واضح. أنت متفائل بالتغيير يعني. احنا لو نتكلم عن محافظتنا، لأن التحديث اللي صار في محافظتنا وصل إلى 81%، أفضل محافظات كلها. أما أتكلم عن والعودة، عودة النازحين إيش قد وصلت؟ بكلام أستاذ أحمد إيش قد وصلت؟ قال لهم لا تروح تتحدث هاي، حتى يستخدموا النظام القديم ويدخلوا إلى التزوير. نسبة التحديث 81، نسبة العودة، عودة النازحين إيش قد عندك؟ أخي إحنا النازحين في ديالة ظل 70,000 واحد، أنا زرتهم قبل أسبوع، قبل أسبوع رحت قعدت معهم. 70,000 ما يطلعون لهم نائب؟ ده أحكي لك، 70,000 يحق لهم يصوتون، والمفرح كلهم محدثين وفاتحين لهم محطات انتخابية. المشكلة في هذول 70، 90% منهم ما يريد يرجع. ليش؟ اللي يقول لك أرجع على شنو؟ أنا لا عندي مقال، لا عندي شغل. هم وين وين هم؟ وين نحكي بدياله؟ يعني بكردستان؟ هذول 70,000 لا موجود، إحنا ضمن دياله حقيقة، ضمن خارقين يعني خارقين. بس هم تعرف إحنا التأجير ما أنا ما راح بعيد في دياله. ضمن دياله ضمن خارقين. بس ذول اللي أنا حكيت معهم، والله أنا قلت لهم أتعاطف معكم وما نجبر أي واحد على العودة، أي واحد يجبركم على العودة أنا معكم. إذا ما تريد ترجع لا ترجع، إذا هو قاعد مرتب حاله، ولده يشتغلون كان في كردستان أو محافظة أخرى، وده يجلب له الخبزة، وين يجي؟ يجي بيته مدمور، ما عنده مصلحة، ما عنده أي شيء، وحكومة فاشلة. نحن هسه في صراع معهم على الموازنة، الريد يرصدون مبلغ للنازحين ما دا يرصدون، الريد يعطوهم حصة في التعيين النازحين، أن يعطوهم حصة في التعيينات ما يعطوهم. عندكم رئيس برلمان دياله ويقدر يضغط في الحملة الانتخابية إن شاء الله كل هاي المطالب
والحق يعني راح تصير تضمن. والله وعدنا راح حملة انتخابية. خل ايش قد نسبة التحديث عندكم؟ صفر؟ احنا ما عدنا تحديث. ها بعدكم على القديم؟ لا احنا راح يعني على القديم. احنا عندنا مشكلة كبيرة استاذ مقداد. عندي دقيقة بس او اي دقيق. عندنا نزوح داخلي ونزوح خارجي. طيب نزوح الخارجي بحدود 750 الف ناخب. اوف اوف اوف. النزوح الداخلي نتكلم يجوز ربما عن أكثر من 500 إلى 600 ألف نزوح داخلي يعني من منطقة إلى أخرى. طبعاً هي نفس المشكلة لأن هذا المركز الانتخابي تبدل، السجل تبدل. هاي عندكم 11 نائب يعني. شلون يعني؟ يعني 750 600. لا يعني هذول يعني أنا ما أقدر أتكلم لك بأن هم هاي المقاعد راح تروح إلى جهات أو أخرى، لا هي بالتالي أيضاً تبقى يعني. لكن عندنا مشكلة كبيرة في النزوح الداخلي، وحقيقة المفوضية الآن تواجه تحديات كبيرة في استكمال البيانات وتحديثها. اليوم نتكلم عن 60 إلى 70 ألف شخص إما مفقود أو مقتول أو شهيد أو مجهول المصير. 70 ألف إلى 75 ألف هذول من عرفهم مين؟ هذولا موجودين بالسجلات، يفترض هذولا أن يرفعوا، لأن إذا ما رفعوا راح أيضا راح يستخدمونهم أيضا في التزوير. يعني اليوم أنا لما عندي شخص ما تفوتهم شيء، ما تفوتهم فوتة يعني. لا لا مو أنا دا أتكلم لك يعني ما تفوتهم حتى المفقود هم إذا ما لا لا راح أعطيك إنه فد ملف حلو. خوش. إحنا عندنا بحدود 20 إلى 22 ألف منتسب من الجيش والشرطة. هذولا ما يقبل السيد رئيس الوزراء يرجعهم، طبعا دائما في كل لقاء يقول راح ارجعهم وماكو يعني التزام. هذولا الان مثبتين بالخاص ومثبتين بالعام. زين اذا مثبتين بالخاص ومثبتين انهم مفصولين، اذا هذول راح ينحرمون من الانتخاب وياه. تمام. لان بالعام ما موجود اسماء المنتسبين السابقين. هذا لازم يتم تحويلهم منين؟ من الخاص على العام. إذن هم عندنا مشكلة. هذول هم 20 ألف طبعا هم رقم يعني يفترض أيضا هذا من حقهم أن يدلون بصوتهم سواء كانوا مفصولين أو راجعين للخدمة. فعندنا مشاكل في نينوى، ولذلك إحنا لما طالبنا بالتأجيل مو لأن إحنا ما عندنا قاعدة جماهيرية، لا، لكن أنا أريد تصير انتخابات شفافة عادلة. جميل. ما أريد يصير بها تزوير. جميل. تقرير أمريكي يقول أن تحالف الفتح حظوظه كبيرة في تشكيل الحكومة المقبلة. أكيد الفتح. طبعاً يعني حتى أتكلم بواقع. لا لا مو عم انتهى الوقت. لا لا انطيني مجال، انطيني مجال، انطيني مجال. شوف تحالف الفتح وتحالف حزب الدعوة العبادي وتحالف حزب الدعوة المالكي والحكمة. خبقول النصر والقانون. ليش حزب الدعوة المالكي؟ لا مو حزب الدعوة انشطر إلى النصر والقانون. هم الناس يعني. يقول النصر والقانون. ما خجلاني من عدها. أنت تقول النصر والقانون. يعني النصر الدعوة. والقانون التابعين لحزب الدعوة. ها. هذولا في كلاهما على وضع حزب كلاهما إذا اجتمع بعد هذا ربما يشكلون الكتلة الأكبر. أما طيب. كل واحد بيهم ما يتجاوز 30 مقعد. ها شو تقول دكتور؟ والله على حسك تقول الفتح 33 يجوز متوقع، لأن هو بالانتخابات السابقة جاء 23. ها يعني أنا أحكي لك جزء منهم اللي هم بدر. أيه. أكيد من انضمت معهم كتل أخرى يجوز يجيب الـ 33. وأنتوا تبقون على 20؟ تمدن إيش كده راح تجيبون؟ أردختم تمدن. إحنا تمدن نجيب 50. 50؟ إيه وراح نأخذ رئاسة الوزراء. ورئاسة الوزراء؟ طبعًا. ترى تصريحات خطيرة للأستاذ أحمد الجبوري. تصل هذا واقع حال من حقنا. 50؟ إن شاء الله. شو تقول دكتور؟ والله إحنا متوقعين يعني بين 30 و 35. أنا شخصياً بين 20 و 25. أما رأي الآخرين هاي طبعاً يحكي عن الوطنية. عن الوطنية. طيب. إحنا إذا صارت انتخابات تجتمعون وهم تشكلون ممكن. أيه؟ واحد ممكن. ممكن. طيب. ممكن. بس رئاسة الوزراء إنه يعني خلاص إيه ما تطلع من تمد. لا ما تطلع من مرشحين. فائق الشيخ علي. فائق الشيخ علي. شكراً الأستاذ أحمد الجبوري رئيس قائمة تمدن في نينوى، دكتور عبد الله الجبوري رئيس القائمة الوطنية في ديالى. الجبور كله رؤساء، رئيس التمدن بنينوى رئيس القائمة الوطنية. شعب كامل. ها شعب كامل. ونعم شكراً لكم. الشكر موصول لكم أحبتي على حسن المتابعة. نلقاكم في حلقات مقبلة. في أمان الله.